ولكن انا ليا برضو تعليق في الحته دي. يعني في الوقت الحالي احنا تفكيرنا في كده، بس في نفس الوقت انا جايب مدير فني كمان 10 ايام داخل على معترك صعب جدا جدا. انا كمان مش عايز احمل الراجل فوق طاقته. يعني في الكوره، الكوره تقول لك ايه؟ الكوره تقول لك اولا الراجل جاي عنده طموح، عنده الخبرات الافريقيه، احنا جايبينه عشان هو يعرف فرقه النادي الاهلي ويعرف يتعامل مع الفرق الافريقيه في الدور ده بالذات، او في السنين اللي فاتت كلها عامل فرقه كويسه في سان داونز، عامل نتائج كويسه في سان داونز، عارف الفرق المصريه وقابلها، عارف الفرق المغربيه وقابلها، فهو صاحب الخبرات في الوقت ده، في التوقيت اللي احنا فيه دوت، ده كان افضل اختيار. ولكن مش عايزين نحمل الراجل فوق طاقته. انت بتتكلم كمان 10 ايام عندك ماتش. الراجل عنده طموح ودي حاجه كويسه، واحنا عندنا ثقه فيه، وهو عنده ثقه في لعيبه النادي الاهلي، وعنده ثقه ان كل حاجه هو عايز يعملها هتتعمل، لان انت بتتكلم على منظومه النادي الاهلي، بتتكلم على لعيبه النادي الاهلي اللي هم احسن لعيبه في مصر، بتتكلم على امور كلها تنجح الراجل. ولكن برضه عايزين نتكلم كوره. لما نيجي نتكلم كوره هنقول ان الاربع فرق عندهم بالظبط نفس المساواه في ان هو ياخد اللقب. يعني انا بتكلم على الاهلي، زمالك، وداد، رجاء، كلهم عندهم نفس الفرصه، كلهم عندهم الفرصه ان هم يوصلوا للدور النهائي ويكسبوا البطوله. احنا بنتكلم في المرحله ديت على ان موسيماني احنا كلنا وراه، وكلنا وراه الفتره الجايه لان هو عنده الطموح دوت واحنا عندنا الطموح دوت. انما ما تجيش تقول لي لازم يجيب بطوله، لا مفيش حاجه اسمها في الكوره كده. الكوره بالعقل بالمنطق. ما تجيش تقول لي ان هو خلاص انت جايبه النهارده عشان يجيب لك بطوله افريقيا الاسبوع الجاي. مفيش حاجه اسمها في الكوره كده. مفيش حاجه في الكوره 100%. انت ممكن تأدي وممكن تلعب وممكن تكون انت احسن فريق وما تاخدش البطوله. عادي، ممكن في توفيق وعدم توفيق، ممكن تلعب كويس وما تكسبش. يعني عايزين بنفس الوقت العقليه بتاعتنا تتغير شويه. احنا عندنا طبعا الطموح دوت والراجل عنده الطموح دوت، ولكن احنا ايه متوقعين ان شاء الله اللي احنا عايزينه وبنحلم بيه بعد التعاقد مع موسيماني ان شاء الله يحقق لنا اللي احنا عايزينه.